كل قصة جديرة بأن تروى، فما بالك بقصص من وحي عائلتك أو من صميم حالميها من آباء وأجداد الذين ساهموا في بناء هذا الوطن ورفعته، لتمكن الشباب من فهم 50 عاما الماضية وتحفزهم على تشكيل 50 عاما القادمة. هل يسكن دارك أحد الحالمون الأوائل؟ شاركنا قصته وصور عن رحلته من خلال فيديو أو صور أو تسجيل صوتي أو مقال. يتم توثيقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يرجى استخدام الوسمين التالية: عامل 50، الحالمون الأوائل. يمكنكم أيضاً توثيق قصص الحالمون الأوائل من خلال الموقع الإلكتروني وبثلاث خطوات بسيطة. ولإلهامك أكثر، قم بتحميل دليل توثيق الحوار حالمون الأوائل، مشوار عطاء مستمر وثروة حقيقية تستحق التأمل والاحتفاء بها.